احتفالا بعيد الدقهلية اليوم 7 فبراير 2023. في الثامن من فبراير من كل عام يوافق ذكرى انتصار أهل المنصورة عدد من أهل المدن والقرى الدقالية على الحملة الفرنسية في معارك متفرقة، وأسفرت هذه المعركة بفضل الله عن النصر، وتم أسر ملك فرنسا لويس التاسع في دار ابن لقمان. واليوم كما ذكرنا 7/2/2023 تحتفل الدقالية بعيد الدقالية القومي، وهذه الموسيقى العسكرية. وهي تترقب الآن وصول معالي الأستاذ الدكتور أيمن مختار وضيوفه الكرام إلى المنصة الرئيسية لإحياء هذا الحفل الكبير بمناسبة عيد الدقهلية القومية. أعياد الدقهلية. اليوم 7 فبراير يكون قد مر على إنشاء مدينة المنصورة 804 عام.